الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 27 ألفاً وإصابة ما يزيد عن 66 ألفاً منذ 7 أكتوبر. الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة، ومئات الآلاف يعيشون ظروف جوع كارثية. منظمة دولية تحذر من انهيار المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد وقف التمويل الدولي للأونروا. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. في اليوم 19 بعد 100 للعدوان الغاشم على غزة، تواصل قوات الاحتلال هجماتها على القطاع بلا هوادة. وتوازياً مع ممارساتها العدوانية، تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية أطول من تلك الأولى في نوفمبر الماضي. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا، بالإضافة إلى 148 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، ليصل إلى 27,131 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد من المصابين نسبتهم تصل إلى 66,287 مصابة. إضافة إلى أن الوزارة أعلنت أن آلاف المواطنين لا زالوا في عدد أو عتاد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح الفلسطينية. أوضح المتحدث باسم المكتب يانس لايركا أن جنوب القطاع يشهد تكدسا لأكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، لافتا إلى خشيته من تبعات هذه الأوضاع المتردية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين شمال الضفة الغربية واعتقلت 4 فلسطينيين. وأكدت مصادر فلسطينية أن 8 آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة، وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى قوامها 10 مركبات للمدينة من جهة شارع نابلس، وذلك قبل توجهها نحو حي المراح بالمدينة ومداهمة عدد من المنازل في الحي. أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب استعداد سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غادرات إسرائيلية دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة. أكدت الوزيرة البلجيكية أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية لاستيضاح هذا الأمر، فيما أعرب مدير وكالة التنمية البلجيكية جان فان ويتر عن استنكاره لاستهداف الوكالة الحكومية، لافتا إلى أنها تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي. وفي السياق ذاته، أعلن استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد بريس عن نصف الأمريكيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.
The desire to advance the equality of women and girls and to contribute at the same time. أكد مقال نشرته صحيفة غارديانز البريطانية أن المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب توقف المانحين الدوليين عن توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا. أشارت الصحيفة إلى أن وكالة الإغاثة على وشك تعطيل جميع أنشطتها بنهاية الشهر الجاري بسبب توقف التمويل الدولي على خلفية اتهامات لبعض موظفيها بالضلوع في أحداث 7 أكتوبر الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جنيف. يعني بعد تحية دكتور، منظمات دولية بتحذر من ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، برأيك كيف يمكن تحريك المجتمع الدولي لإيجاد حل جذري وفوري لهذه الأزمة خاصة بعد توقف دعم الأونروا؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين. يعني واضح جدا أن المؤسسات الدولية تحتاج إلى أن تتحرك بجهد موحد في هذه اللحظات الحرجة، خصوصا ونحن نشهد هذا الانتشار الواسع للمجاعة الشديدة في صفوف السكان وتحديدا في منطقة شمال غزة، وتعثر عملية إدخال المساعدات نتيجة السياسات الإسرائيلية، وحتى استهداف شاحنات المساعدات واستهداف أولئك الذين يحاولون الحصول على هذه المساعدات. وبالتالي أعتقد أن المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بحاجة لأن يتحرك بشكل موحد ويتخذ قرارا وخطوة تدفع بإدخال هذه المساعدات بدون الارتهان للإرادة السياسية الإسرائيلية وللرغبات الإسرائيلية، لأنه عمليا الذي يحدث اليوم أننا نشهد حالات تجويع حادة نتج عنها وفيات في صفوف عدد من الأطفال جراء الجفاف، ونشهد أيضا أعراض هذا الجفاف تنتشر بشكل كبير في صفوف المواطنين وتحديدا النازحين في مناطق جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. وبالتالي المجتمع الدولي اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى ألا يكتفي بالإدانة والمواقف وتصدير معلومات وإحصاءات، وإنما يكون هناك خطوة بتحرك عاجل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال هذه المساعدات. اجتماعات متتالية نتابعها لمجلس الأمن الدولي، وكذلك أيضا تحذيرات دولية من تفاقم الأزمات في القطاع المحاصر من مجاعة ونقص أدوية وتفشي للأمراض من خلال التطورات الأخيرة التي نتابعها لحظة بلحظة. إلى أي مدى دكتور رامي يعكس ذلك ازدواجية في المعايير لدى الغرب بشأن حقوق الإنسان؟ يعني نحن حقيقة نشعر بحرج شديد عندما نتحدث كمنظمة حقوق الإنسان، لأن المواطن في فلسطين أو في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة يشاهد، والعالم العربي حتى يشاهد، هناك ازدواجية فظيعة عندما نتحدث عن على سبيل المثال عن قرارات بإجراءات تدبيرية أو تدابير مؤقتة اتخذتها محكمة العدل الدولية يقابلها المجتمع الدولي بصمت وبدون أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لكن في المقابل عندما برزت هناك ادعاءات من قبل إسرائيل حول عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، شاهدنا مصارعة هذه الدول لوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وبالتالي هذه الرسالة أعتقد مضرة جدا للنظام العالمي ومضرة لعمل حقوق الإنسان وللآليات الدولية لحقوق الإنسان. ومنذ بداية الهجوم الإسرائيلي حقيقة نحن نستمع لمواقف في إطار ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية وضرورة السماح بإدخال المساعدات، واليوم نقف أمام مشهد يجوع فيه الناس بشكل أكبر وكلفة بشرية كبيرة تتجاوز اليوم حوالي 35,000 ضحية ما بين قتيل وما بين مفقود تحت الأنقاض. وبالتالي كل هذه النداءات حقيقة والمواقف لم تسفر عن وقف الجريمة الإسرائيلية وعملية الإبادة والتجويع والتهجير القسري، وبالتالي المطلوب أن يكون هناك مواقف حقيقية تعيد الاعتبار للنظام العالمي وللنظام الدولي وللآليات الدولية لحقوق الإنسان. أشكرك جزيل الشكر دكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، متحدثا إلينا من جنيف. شكرا جزيلا على هذه المشاركة. Thank you.
هذا زلزال زلزال زلزال. يا رب ادفع عنا يا رب. أظافرنا إن شاء الله غير نطلع نطلعهم من من أراضينا غصب عنهم. إحنا أصحاب هوية، أصحاب أرض، أصحاب وطن. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. عبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في غزة من أوضاع سوء تغذية تتجه نحو مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية. وذكرت المنظمة العالمية أن التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهو التحليل الأكثر موثوقية بشأن الأمن الغذائي، يشير إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون ما يصنفه الخبراء على أنه ظروف جوع كارثية. قالت مسؤولة التواصل والإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر إن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تمثل سوى نقطة في محيط الاحتياجات الإنسانية التي تتصاعد يوما بعد يوم لسكان القطاع. وأشارت إلى وجود أكثر من مليون طفل فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وفقر الدم وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، وجددت المطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين بالمجال الإنساني والطبي في غزة وتأمين مرور آمن ومستدام لهم، فضلا عن توزيع المواد الغذائية على النازحين. شديد وكارثي، هذا هو تأثير وقف مساعدات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فالفلسطينيون في غزة يعتبرون أن وقف التمويل للوكالة هو حكم بالإعدام في ظل قلة المساعدات والمجاعة التي يعاني منها القطاع. ادعاءات إسرائيل بأن 12 موظفا في الأونروا متورطون في هجوم يوم 7 أكتوبر الماضي أدت إلى قيام الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بقطع التمويل وإعادة إثارة الجدل حول أكبر مزود للمساعدات الإنسانية في غزة. تحالف يضم 20 منظمة إغاثة دعا إلى استعادة التمويل، معتبرا أنه لا يمكن استبدال مساعدات وكالة الأونروا، فالوكالة توظف الآلاف وتوفر المساعدات والخدمات الحيوية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي غزة بشكل خاص، فهي تعتبر المزود الرئيسي للطعام والماء والمأوى للمدنيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. الأونروا تدير مدارس وعيادات للرعاية الصحية الأولية في غزة وتقدم خدمات اجتماعية أخرى، وباعتبارها القناة الرئيسية لتقديم المساعدات في القطاع الصغير المزدحم، فإنها تمثل الآن لعدد كبير من الفلسطينيين الأمل الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة مأساوية لهم. ولكن مع وقف تمويلها الذي تقدمه تلك الدول، حذرت الوكالة من أنها ستضطر إلى وقف دعمها في غزة بحلول نهاية فبراير الجاري. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع. أشارت المنظمة إلى اعتقادها بأن جميع الأطفال تقريبا في القطاع والبالغ عددهم أكثر من مليون طفل بحاجة إلى دعم نفسي، لافتة إلى أن الأطفال تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر وفقدان الشهية وعدم القدرة على النوم بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل. في حدا؟ في حدا؟ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة، من بينها وادي الفارعة جنوب طوباس، وحاصرت منزلا فيه وأطلقت قنابل ضوئية. كما اقتحمت مخيم عين السلطان في مدينة أريحة، وسيرت مركباتها في شوارع وأزقة المخيم، فيما اقتحم جنود الاحتلال أحد المنازل. كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس، فيما أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبة أحد المواطنين على أطراف بلدة الساوية جنوبي نابلس، فضلا عن اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
تواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي أزمات داخلية وخارجية بسبب استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة، وكذلك ممارسات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. تواجه الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة في ظل مطالبات من عائلات المحتجزين بإعادتهم إلى ذويهم. لم يعد فقط عدوانا غاشما على غزة، بل وكأنها تميمة حظ سيء ارتدتها إسرائيل دولة الاحتلال من أجل معركة بقاء فان ووجود بلا شرعية كانت أو ستكون. فبينما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة، تواجه سلطاته أزمات بالجملة تعصف بها داخليا وتصفعها خارجيا يوما تلو الآخر. آخر تلك الأزمات يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات المحتجزين لتحرير ذويهم في غزة، ومن جهة أخرى تحت مقصلة أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات كبرى برأيهم للفلسطينيين، موقف دفع إسرائيل لمحاولة احتوائه من خلال التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس برعاية مصرية قطرية أمريكية. المقترح الجديد يستند إلى إقرار هدنة جديدة بمدة أطول من تلك التي أقرت في نوفمبر الماضي، وتفرض على إسرائيل إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً، فضلاً عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يومياً إلى غزة. مقترح أوضحت الخارجية القطرية أنه نال موافقة الجانب الإسرائيلي، بينما لا زالت تعكف حركة حماس على دراسته. وبينما تواجه إسرائيل موقفاً لا تحسد عليه في غزة، أوقعتها التوترات في الضفة الغربية المحتلة بفخ جديد عزز توتراتها مع حلفائها المشتعلة بالأساس، لا سيما مع الصديقة الولايات المتحدة، بعد قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين والمتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها لا يحتمل بحسب وصف الرئيس الأمريكي. عقوبات أمريكية نادرة بحق الإسرائيليين، قالت واشنطن إنها جاءت ضمن إجراءات تهدف لتقويض أي مسارات تهدد مصالحها بشكل خاص والسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة بشكل عام. اتهامات رفضها نتنياهو جملة وتفصيلا، زاعما أن مستوطنيه ملتزمون بالقانون ويقاتلون من أجل الدفاع عن دولتهم. إذن ربما هي شهادة شاهد من أهلها على ممارسات باتت على مرأى ومسمع من الجميع، أو محاولة للتنصل من وصمة عار أدانتها الإنسانية باختلاف اللغات والأعراق والأديان. وما بين هذه وتلك يبقى الوضع على ما هو عليه حتى عودة الأرض لأصحابها وانتصار الحق ولو بعد حين. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي دعوته لجنة التخطيط للتصديق على خطة لبناء 7000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في حزب المعسكر أن الحزب سينسحب من الحكومة إذا توصل مسؤولوه لانطباع بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بل لاعتبارات سياسية أو في حال تم الإعلان عن حكم عسكري في قطاع غزة. شن الجيش الإسرائيلي عددا من الغارات والقصف المدفعي على عدة بلدات في جنوب لبنان. استهدف الجيش الإسرائيلي تلة العويضة ومحيط تلة حمامص بعدد كبير من القذائف المدفعية الثقيلة، إلى جانب سقوط مدفع قذيفة دخانية بين المنازل في بلدة الخيام.
نقلت الوكالة السورية للأنباء سانا عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب العاصمة دمشق. وأضاف المصدر العسكري السوري لوكالة سانا أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، مشيرة إلى وقوع خسائر مادية دون أي خسائر بشرية. كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أكد في كلمة نقلها تلفزيون الرسمي اليوم أن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها سترد وبقوة على كل من يستأسد عليها على حد تعبيره. في هذا الإطار تعهد رئيسي بالرد الحازم والقوي على أي ممارسات تتم ضد بلاده في أي زمان ومكان. يأتي ذلك بعد مقتل مستشار بالحرس الثوري الإيراني في دمشق في هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف منطقة بجنوب العاصمة السورية. في السكان بالأرضي بالأبو تعهدت حركة النجباء العراقية بمواصلة هجماتها على القوات الأمريكية حتى تنسحب من العراق وحتى ينتهي العدوان على غزة. جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي. أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم وتأييد البرلمان التام للتحركات الدبلوماسية لجمهورية الصومال عربيا ودوليا في الرد على مذكرة التفاهم المبرمة بين إثيوبيا وما يعرف بأرض الصومال الانفصالية. جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي للسفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة. تناول هذا اللقاء بحث التحركات العربية الجارية للتضامن مع الصومال وتأييد موقفه باعتبار هذه المذكرة باطلة وغير مقبولة ورفض أي آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية. ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه تلقى تقريرا عن أشخاص يموتون جوعا في السودان. وأضاف البرنامج الأممي أن عدد الجائعين تضاعف خلال العام الماضي مع حرمان المدنيين من المساعدات بسبب الحرب. ودعا البرنامج طرفي الصراع في السودان الجيش وقوات الدعم السريع إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية دون عوائق للمناطق المتضررة من الصراع. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بوتين يهدد الناتو بتفوق الأسلحة الروسية والعدل الدولية تبت في قضية رفعتها كييف للحصول على تعويض من موسكو. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الروسية الحديثة تتفوق على أسلحة الجميع بما في ذلك أسلحة حلف شمال الأطلنطي الناتو. أضاف الرئيس الروسي أن صادرات الأسلحة الروسية للخارج تقدر بمليارات الدولارات خلال العام الماضي، مشيرا إلى وجود طلب كبير على منظومة الدفاع الجوي الروسية. وفيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا، اتهم الدول الغربية بإطالة أمد الصراع والمواجهات مع موسكو. تبت محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها أوكرانيا مباشرة بعد العملية العسكرية الروسية عام 2022 للمطالبة بالحصول على تعويضات من موسكو. وتتهم كييف موسكو بالتذرع بوقع إبادة جماعية في أوكرانيا لشن هجومها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم كييف بارتكاب أبادة جماعية بحق الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا.
أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن قوات الاتحاد الأوروبي بتخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا يبعث بإشارة واضحة إلى موسكو بأن أوروبا ستصمد. أضاف زيلنسكي أن أوكرانيا تنتظر قرارات من الولايات المتحدة بشأن مساعدة كييف في الحرب ضد روسيا. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار الاتحاد الأوروبي الموافقة على 50 مليار يورو كدعم مالي إضافي لأوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أن بايدن رحب خلال اتصال مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بدعم الاتحاد الأوروبي الثابت لأوكرانيا في الوقت الذي تواصل فيه الدفاع عن نفسها ضد التدخل العسكري الروسي وتحقيق تطلعات مواطنيها. من جانبها شدت فون دير لاين شددت على الأهمية الحاسمة للدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا. أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن البلاد تتوقع أن تتلقى الدفعة الأولى بقيمة 4.5 مليار يورو من حزمة المساعدات البالغة 50 مليار يورو التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من شهر مارس المقبل. أوضحت الوزارة أن الحكومة الأوكرانية تعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الانتقالي مع الشركاء الأوروبيين، معربة عن امتنانها لحلفاء أوكرانيا لدعمهم وثقتهم في أوكرانيا. من جهته قال بيتر فيالا رئيس وزراء التشيك إن حزمة الدعم الجديدة لأوكرانيا تظهر قدرة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق بشأن القضايا المعقدة. قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية قد أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيرة روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية في جنوب شرق البلاد. وذكرت شركة يوكر يونورغو المشغلة للشبكة الوطنية للكهرباء إنه بعد الهجوم تم انقطاع التيار في مدينة كريفي بمنطقة دنيبرو بتروفسبيرك بجنوب شرق البلاد. نددت روسيا بقرار الإكوادور تسليم عتاد عسكري روسي الصنع إلى الولايات المتحدة لاستخدامه في أوكرانيا. وصفت روسيا هذا القرار بأنه انتهاك متهور للعقد، وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية في موسكو إن قرار الإكوادور قد اتخذ تحت ضغط من قوى خارجية. يأتي ذلك بعدما ذكرت الولايات المتحدة أن الأسلحة التي تحصل عليها من الإكوادور سترسل إلى أوكرانيا للمساعدة في تعزيز قواتها في ساحة المعركة ضد روسيا. Прошло более 20 лет с момента подписания действующего договора. Он был подписан в 2001 году. تواصل القوافل العلاجية تقديم خدماتها الطبية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا. وقد انطلقت قافلة طبية اليوم بقرية الفرن في مدينة أسوان لتقديم خدمة الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات إلى المستشفيات في حالة ما إذا استدعت حالتهم ذلك. القافلة معانا بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة، معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمة الأشعة العادية وخدمة الأشعة التلفزيونية،
بنتوجه زي ما قلت حضراتكم للقافلة، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج تحليل، محتاج أشعة، محتاج علاج دوائي، بيتم صرفه بالمجان في القافلة، الكشف والعلاج بالمجان في القافلة. لو كان محتاج رعاية سنوية، محتاج أشعة مقطعية، محتاج تدخل جراحي، محتاج رنين مغناطيسي، محتاج منظار، بنحوله أقرب مستشفى تبع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسوان. كل التخصصات، جميع التخصصات، والناس بتكشف مجاني والحمد لله يعني، وتمام التمام والله يعني، مقبولين اي مقابل. بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر الدكاتره، والعلاج مجان، وجيت النهارده برضه عشان اكشف يعني، والحمد لله يعني احسن واحسن. القافله الطبيه دي الخدمه فيها ممتازه ومجاني، وبتقدم افضل الخدمات للمواطنين هنا في اسوان. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في قرية المسير التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإصدار قرارات على نفقة الدولة، وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. ميزة القوافل ان هي بتستهدف الاماكن البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية، وكمان ميزتها ان احنا بننزل للمريض لحد عنده، فبنسهل على المرضى كبار السن والاطفال طبعا سبل الكشف والعلاج اللي بتتقدم لهم من خلال القافلة. النهاردة القافلة فيها 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها طبيب او اخصائي او استشاري. معنا كمان في القافلة خدمات مكملة للخدمات الكشف، كمان زي مثلا الصيدلية اللي فيها اكتر من 150 صنف دواء. معنا برضو معمل متكامل فيه أكتر من 40 تحليل. كل خدمات القافلة مجانية للمريض، من أول قطع التذكرة اللي بتتم للمريض بالرقم القومي الخاص بيه، مرورا بالكشف بالعيادات. مدرستنا فتحة أبوابها للقافلة الطبية اللي مزودة بجميع السيارات، وفيها 14 سيارة بها جميع التخصصات والأشعة والتحاليل، والحمد لله في إقبال شديد من أهالينا. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة حياة كريمة لكل مصري ولكل مصرية. وعندنا النهاردة بنستقبل القافلة الطبية في مدرسة المسري ونخدم الأهالي، وعندنا 14 سيارة جميع التخصصات، وموجود عندنا متوفر عندنا التذاكر بالمجاني. أشاد وفد من مكتبة الكونغرس الأمريكي بالقاهرة بجناح المجلس القومي للمرأة في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا ويواصل المعرض استقبال محبي الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية. وشهد مركز مصر للمعارض الدولية توافدا كثيفا من قبل زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات. واصطف زوار معرض القاهرة للكتاب في طوابير ممتدة أمام البوابات، وسط حرص القائمين على المعرض والمتطوعين على بذل كل الجهود للتسهيل على الزوار ومنع الازدحام. وللمزيد تنضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. بعد التحية جرمين، يعني ضعينا في المشهد لديك. نعم، بعد التحية بالفعل كما ذكرت متابعة معكم فعلت معرض الدولية للكتاب. هذه الدورة التي انطلقت تحت شعار نصنع المعرفة، وتأتي بمشاركة واسعة من النشرين، نتحدث عن 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك على مساحة واسعة بتصل 80,000 متر مربع في من
أشكرك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من معرض الكتاب لأن هناك مشكلة بالتقنية. شكرا جزيلا لك. يستهدف مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، فقد حدد هذا المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان. من هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العالمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم. جهود كبيرة تبذلها الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وخاصة منطقة الساحل الشمالي الغربي، لما تتميز به من موقع فريد يؤهلها وبقوة لأن تحتل المكانة اللائقة على خريطة السياحة العالمية. وفي إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذي استهدف ضمن أولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، حدد المخطط بالفعل ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان، بالاعتماد على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية والصناعات التكنولوجية المتقدمة والمقاصد التجارية والمراكز الإدارية للشركات العالمية، مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة. ومن هذه المدن التي حددها المخطط مدينة العالمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات لتنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم. وفي هذا الإطار تعكف الدولة حاليا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة لتكون ثانية المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط، بحيث يتم تنميتها من خلال الشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، تمكن الدولة من وضع المدينة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات على الأكثر، كإحدى أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم. مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي يأتي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب زيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة. مشروعات جديدة تؤكد عزم الدولة على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات، ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافث مثيلاتها على المستوى العالمي، وإقامة مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، وتوفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي. كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل الأعمال الجارية لترميم هرم منكاورة، وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن الحفائر الأثرية حول هرم منكاورة لم تكتمل منذ عام 1837 وحتى الآن بسبب أحجار الجرانيت المتساقطة حوله. وأضاف وزيري أن إعادة تلك الأحجار إلى مكانها ربما يكشف عن المراكب الجنائزية للمجلس
الملك من كورع وأسفلها، وأن نتائج تلك الدراسة ستعرض على لجنة علمية دولية متخصصة لتحديد الموقف النهائي قبل البدء في تنفيذ المشروع، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم ريهام وأميرة. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن تعاون وتكامل الجهود القائم بين وزارتي البترول والبيئة هو الأفضل على الإطلاق والأكثر فعالية، وأوضح الملا أنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل مجموعة عمل من مسؤولي وخبراء الوزارتين للخروج برؤية مشتركة لما سيتم طرحه بشأن هذا الملف خلال جلسات مؤتمر الاستدامة في الطاقة وخفض الانبعاثات في مؤتمر مصر للطاقة إيجيبس 2024. وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقد تصنيع مشترك لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية. يأتي ذلك بين الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة العربية للتصنيع، ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يستهدف المشروع سد جزء من الفجوة المحلية في الطلب على المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية. بدلا من استيراد هذه الخامات من الخارج، احنا بنعتمد هنا على منتج بينتج في احدى شركات الذرة الوطنية هنا داخل مصر، وبناخذ هذا المنتج وبننقيه وبنحسن خواصه وصولا للمنتج النهائي الذي يستخدم في صناعات الأدوية والأشربة المختلفة. طبعا احنا صناعة الخامات بالذات هي صناعة بتتطلب الكثير من التكنولوجيا والطلب الكثير من الاستثمارات. عايزين نبدا، ولما هنبدا ان شاء الله بعملين. احنا واثقين ان احنا ما دام بدانا وخدنا الخطوه الشجاعه ان احنا نبدا هذا المشروع هننتهي زي ما قلنا التصنيع مرحلي، بعد كده نبدا بصناعه الخامات دي من منشاها الاصلي. وجدنا كل الدعم والمسانده من قبل كل قيادات الهيئه العربيه للتصنيع بهدف إظهار هذا المشروع القومي للنور، وهي بداية تعاون ليس في مادتي سوربيتول وجلسرول فقط، إن شاء الله بداية ونواة لمدينة الخامات الدوائية في مصر إن شاء الله. التقى وزير التنمية المحلية هشام أمنة عددا من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مجالات الابتكار والتنمية الصناعية. جاء ذلك خلال زيارته لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل. وتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة للشركات الألمانية والبافارية في السوق المصري، والذي يعد سوقا واحدا يتوسط 3 قارات ويمتلك مقومات ذاتية كبيرة في ظل عدد سكان يبلغ حوالي 106 ملايين نسمة. ولفت أمنا إلى أن مصر تعمل جاهدة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه دول الجوار خلال الفترة الحالية. عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباحثات مع وزارة الاقتصاد الوطني المجرية في العاصمة بودابست، حيث تضمنت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والجوانب التنظيمية لتبني التقنيات الناشئة، وتشجيع الشركات من كلا البلدين على التعاون في مجال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية، ذلك بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات الرقمية وتحفيز الابتكار الرقمي.
وخلال اللقاء تم الاتفاق على تأطير التعاون المنشود في مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بين مصر والمجر، ذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعلنت وزارة الزراعة فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، ذلك بداية من أول شهر مارس القادم، حيث تم من قبل فتح السوق البرازيلية أمام الموالح والعنب والثوم المصري، بالإضافة إلى المشاورات الحالية لفتح السوق البرازيلي أمام الفراولة والتمور المصرية. اختتمت بالأسكندرية فعاليات المؤتمر التنشيطي لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل والإنتاج بمدارس التعليم الفنية، ونظمت فعاليات المؤتمر وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر وبمشاركة 15 محافظة. يهدف المؤتمر إلى تحفيز وتشجيع كافة الطلاب وطالبات مدارس التعليم الفني للانطلاق مباشرة عقب تخرجهم إلى الممارسات في المهن والحرف والتخصصات المطلوبة لسوق العمل والإنتاج، وأيضا من خلال إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعد قرار مجموعة أوبك بلس الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 84% ليصل إلى 78.4 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% مسجلة 73.2 دولار للبرميل. في المقابل ارتفع أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 4% لتصل إلى 2.88 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 83% لتسجل 2.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وإلى الأسواق الخليجية، حيث أغلقت بورصة دبي على ارتفاع قبيل صدور بيانات أمريكية هامة بشأن توظيف تؤثر على الرهانات بشأن خفض أسعار الفائدة، فحين انخفض مؤشر أبو ظبي وارتفع مؤشر دبي الرئيسية بنسبة تقدر ب 2%، مدعوما بقفزة 3.4% لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي. في المقابل انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي بنسبة تقدر ب 1%، موصلا خسائره للجلسة السابعة على التوالي. توقفت محطات الحافلات والترام في ألمانيا، وتعطلت حركة ملايين الركاب والمسافرين بعد إضراب 90,000 من العاملين في النقل للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وقد دعت نقابة فيردي العمالية في جميع الولايات الاتحادية إلى هذا الإضراب باستثناء بافاريا، ويعتبر هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في قطاع النقل في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. كما أعلن متحدث باسم النقابة أنهم أعلنوا الإضراب من أجل ظروف عمل ومستقبل أفضل في قطاع النقل العام. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وعودة إليكم مرة أخرى ريهام وأميرة. شكرا ميرنا. دعا زميل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القوات البحرية إلى تكثيف الاستعدادات البحرية وحماية السيادة البحرية للبلاد. خلال زيارته حوضا لبناء السفن الحربية، أطلع كيم اطلع على الاستعدادات الجارية لبناء سفن حربية، وأمر المسؤولين بالمضي قدما دون قيد أو شرط في خطة التطوير العسكري الخمسية التي تم طرحها خلال مؤتمر الحزب في عام 2021 وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وصلنا إلى ختام النشرة السادسة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف العنيف على قطاع غزة وارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 27 ألفاً وإصابة ما يزيد عن 66 ألفاً منذ 7 أكتوبر. الصحة العالمية تعلن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة، ومئات الآلاف يعيشون ظروف جوع كارثية. منظمات دولية تحذر من انهيار المساعدات الإنسانية لسكان غزة بعد وقف التمويل الدولي للأونروا. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. تحية لكم وإلى اللقاء.